طيب بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا ندخل على نكمل سيكشن 10.1 اللي هو بتكلم لنا على السيكونسز. ما دخلناش على السيريز لسه، مظبوط؟ نتكلم فقط عن السيكونسز. وصلنا لعند كوموندلي اوكيرنج ليميتس اللي هو النظرية عندنا يا بنات. عليكم السلام. كان النظرية بتحكي على نهايات لا سيريز يعني موجودة، هذه ممكن نستخدمها فيما لو احنا حبينا نحل الأسئلة والتمرين، لكن احنا مش حابين نحل الأسئلة والتمرين، صح؟ حابين ناخذ فكرة بس عن المواضيع هذه. ف commonly occurring limits طيب في عنا اللي هن ست بنود في النظرية عن نهايات، بتقول لي limit لن أن على أن لما أن تقول كله لما أن تقول لما النهاية تساوي صفر. هذا أثبتناه امبارح. أنا حكيت أنا مخلين المثال واحد على أن وتساوي واحد على ما النهاية تساوي صفر. في الأصل أثبتناه إحنا في مثال لما قال لي أثبت إنه limit تبعها يساوي صفر لما أخذنا لن x على x، صح؟ وقلنا ليمت لين اكس على اكس لما اكس اكبر او تساوي واحد معرفه، صح؟ واثبتنا انها طبقنا لوبيتال على الاف اوف اكس وقلنا هذا الاقتران او هذا السيكونس تتفق مع الاقتران، وقلنا اف ان بيساوي اي ان لكل ان اكبر او يساوي واحد، صح؟ وبالتالي ما دام الليمت للاف اوف اكس على لين اكس على اكس يقول للصفر، اذا هذا تقول الى الصفر. بعد هيك قلنا بدنا نتعامل معها ك لحالها كاقتران، لانه عاده دائما بنلاقي اقتران ينطبق معها ويحقق الشروط. لو طبقنا لوبيتال مباشره هنا الان بقول مشتقة البسط على مشتقة المقام بيطلع واحد على ان اللي هي صفر. الثاني رقم اثنين ليمت الجذر النوني لأن لما أن تقول إلى ما لا نهاية، في الواقع هذا عبارة عن إيش؟ ليمت أن أس واحد على أن لما أن تقول إلى ما لا نهاية، يعني هذه ما لا نهاية أس صفر، ما لا نهاية أس صفر من الصور غير المعينة، مظبوط؟ وبالتالي هذه يعني إحنا ممكن نطبق عليها قاعدة لوبيتال. شو استفدنا هيك إحنا؟ طبعا لو بدنا نثبتها هذه كيف نثبتها؟ الاثبات مش مطلوب معنا، لكن احنا لو حبينا نثبتها كيف بنثبتها؟ باللين صح؟ نطلع واحد على ان وبعدين حنحط نخلي ان تحت صحيح. خلص هذا خليه هيك. هنا خليها لو هذه ظبط. طيب هذا ايش بتساوي؟ لو بدنا نثبتها بدناش نثبتها، احنا بس ناخذ القاعده وخلص بيطلع عندي ايش؟ واحد. طبعا لو بدنا نثبتها بدنا نقول نفرض انه الاي ان بيساوي ان اس واحد على ان او جذر النوني للان، اه بعدين ناخذ لن الاي ان سنه واحد على ان لن ان اللي بيساوي لنا لن ان على ان، بناخذ الليمت ليمت اللن لما ان تقول لما النهايه بيساوي لنا ليمت لن ان على ان، وهذا من البند الاول صفر صفر، هذا الصفر بنحطه على مين؟ على الاي، صح؟ فهذا ليمت اللن، اذا ليمت الاي ان بيساوي ايه والصفر بيساوي لنا ايش؟ واحد زي ما هو مطلوب. معظم الفروع يعني سهل جدا انه احنا نثبتهن، لكن احنا بدنا نحفظ القاعده، لو احنا نسينا القاعده ممكن يتذكرها بالاثبات. اللي بعدها رقم ثلاثة بقول لي limit x أس واحد على n لما n تقول إلى ما لا نهاية بيساوي واحد بشرط إنه الـ x أكبر
من صفر. الاكس هان لاحظوا ان تقول لمن هي الان هي المتغير، يعني ان تاخذ 1 2 3 10 الف مليون هي اللي بتروح للنهايه. كل ما غير الان بتغير الاس، لكن الاكس تعتبر كانها ثابت. رمز اكس بنستخدمه معناه بينفع لاي عدد حقيقي اكبر من صفر بينفع اطبق عليه هذا القاعده. بمعنى لو اجى قال لي ليميت 2 اس 1 على ان لما ان تقول لما لا نهايه بتساوي 1، لان تصير 2 اس 0. برضه ممكن نثبتها بايش؟ باللين، ناخذ اللين للطرفين نفس الكلام. ليش قال الاكس اكبر من صفر؟ لانه هذا تبرر عن طريق اللين، بيجي هذا قدام اللين بيدخل على الاكس، واللين لما بيدخل على عدد لازم يكون عدد ماله موجب اكبر من صفر، مزبوط ولا لا؟ عشان هيك بنحط الشروط اللي عندنا. طيب رقم 4، رقم 4 لين ابس لين اكس اس ان، ليميت اكس اس ان لما ان تقول الى ما لا نهايه بيساوي صفر اذا كان ابسولوت اكس اقل من 1. ايش قلنا ابسولوت اكس هذا معناها اقل من 1؟ يعني اكس تقع ما بين الواحد وواحد، بين سالب واحد وواحد، يعني الكسور حقيقية، يعني البسط أصغر من المقام، صح؟ وفي مثال من في سؤال من الأسئلة أعطيتكم قاعدة له، لما يكون البسط أو المقام يصل الما لا نهاية قبل البسط بتقول إلى الصفر، زي ما قلت لكم 1/2 مثلا أس أن هان أو أس إكس، وخلي إكس تقول لما لا نهاية وإكس تقول إلى ما لا نهاية، إيش بيطلع؟ لما إكس تقول لما لا نهاية يعني تأخذ أعداد كبيرة جدا، إحنا لو أخذنا أعداد صحيحة فقط قلنا بتصير 1/2 4 1/8 1/2 وهكذا بتروح للصفر، صح؟ بتروح للصفر. وعملنا لها قاعدة هذه. هانا جاي الآن على صورة نظرية. لما يقول لي أبسولوت إكس أقل من 1 يعني هانا كسر حقيقي. البسط أصغر من المقام أس أن بروح إلى الصفر. رقم 5 ليميت لما أن تقول لما لا نهاية لواحد زائد إكس على أن أس أن، مش هيك؟ أنا بعتقد هيك نعم. بيساوي إيه أس إكس لكل إكس. ربما هذه اللي قالت عنه زميلتكم امبارح قاعدة من عندها، أو قالت قاعدة شفتها على اليوتيوب، هي جاي منها، لأنه هذا الكسر عبارة عن إيش أصلاً؟ أن زائد إكس على أن، صح؟ هذا أس أن بيطلع لنا إي أس إكس. من وين أجى الإي أس إكس؟ طبعاً هذا إثبات، إحنا أثبتنا حاجة زي هذا تماماً. اثبتنا انه اثبت انه هذا بيساوي، ممكن نستخدمها بطريقه اللين برضه، سهل جدا نثبتها. اوكي طبعا هذا لو اجى قال لي 1/2 على ان اس ان الليمت تبعه لما ان تقول لما لا نهايه، المفروض بقول له هذا ايش بيساوي؟ اي اس سالب، صح؟ لانه هذا عباره عن زائد ناقص، وهذا اللي بيجي فوق الان هو اللي بنحط على ال، تمام؟ هيك القاعده. هنا ولا برا؟ صوت من برا؟ ان شاء الله. جوال؟ ان شاء الله صوت من برا. جوال؟ ما يكون ببغاء ولا هذا هيك. صوت قريب يعني. اوكي. اللي بعده ليميت لما ان تقول الى ما لا نهايه لاكس على ان فاكتوريال اكس اس ان تساوي صفر لكل اكس. بعدين من وين الصوت؟ صوت ايش؟ جوال؟ هواي؟ طب ما تحكوا مفتوح؟ بتسجل يعني؟ لمين جوال؟ لمين؟ لمين الجوال؟ مش قصة، مش مستاهل، خلاص معك؟ إيمان معك؟ سكتي طيب؟ مش راضي تسكر؟ اسحب البطارية.
حطيه في الشنطه حكمه في اي حاجه. طيب الان المثال اللي تحت كل بند في النظريه معطينا عليه المثال، كل بند معطينا المثال. نطلع على البند الاول الان، هاي الاكزامبل نقارن مع بنود النظريه او نطبق على بنود النظريه. بقول الليمت الجذر، خلاص يا بنات خلاص، لما ان تؤول الى ما لا نهايه. طبعا ان تربيع عباره عن ان في ان، وبوزع الجذر في الضرب، صارت الجذر ان في الجذر ان، صح؟ وبوزع الليمت، ليمت الاولى واحد في ليمت الثانيه واحد، فبيطلع ليمت واحد. فهذا احنا بدنا نطبق على النظريه، هذا عباره عن ليمت لما ان تؤول لما لا نهايه للجذر النون الى ان في ان. بعدين بدي احط الليمت، مش احسن هيك اريح؟ وهذا عباره عن الجذر النوني لان في الجذر النوني لان. اذا الليمت للجذر النوني لان تربيع بيساوي لنا الليمت الجذر النوني لان في ليمت الجذر النوني لان، بيساوي واحد في واحد ويساوي واحد. اوكي طبعا هو الان محلول بطريقه ثانيه، انا حر اختار على اي بند بدي اياه، على اي بند بقدر احله. احنا حليناه على هذا البند عليها نفسها، بس محولها لايش؟ لا ما هي هذا اشتغل على هذه الصوره، هو احنا اشتغلنا على هذه الصوره، كله واحد كله واحد. طب ما دام خليها ان تؤول لما لا نهايه، ان تؤول لما لا نهايه، ان تؤول لما لا نهايه، ان وتساوي واحد ضرب واحد، وهذا ايش؟ ان وهذا ان، يعني لو حدا وتساوي واحد. انا بادئ في البند اثنين، في المثال رقم اثنين، مش مشكله. تفضل. اللي بعده البند الثاني او البند الاول، نرجع نقول بده ليميت لما ان تؤول لما نهايه، دائما بده لن على ان. طب الان تربيع عباره عن ايش؟ ايوه مع لن بيساوي ليميت لما ان تؤول لما لا نهايه، اللن بيجيب الاس الارض على ان، الاثنين بطلعها برا صح؟ طب هذا لحاله يبقى اثنين في صفر ويساوي صفر. طيب اللي بعده رقم ثلاثة، رقم ثلاثة ليمت الجذر النوني لثلاثة أن لما أن تؤول إلى ما لا نهاية. طبعا هذا عبارة عن ليمت لما أن تؤول لما لا نهاية، بوزع الجذر على التنتين، الجذر النوني للثلاثة في الجذر النوني للأن. لو وزعنا الليمت، ليمت ثلاثة أس واحد على أن لما أن تؤول لما لا نهاية، في ليمت الجذر النوني للأن لما أن تؤول لما لا نهاية، صح؟ هذه بهيها القاعدة، الإكس الثلاثة أكبر من صفر ولا لا؟ يبقى هذه واحد في واحد بيطلع لنا واحد. اللي بعده على انا بدي اخلي النصوص النظريه عشان نستعين فيها. اللي بعده بده ليميت سالب نص اس ان لما ان تؤول الى ما لا نهايه. اكيد السالب نص الابسولوت اقل من واحد ولا لا؟ يبقى هي تحقق لي هذا الشرط. يبقى الاكس الابسولوت تبعها اقل من واحد اس ان يبقى صفر مباشره. هذا يساوي صفر، بقول له سينس حيث اللي هي الابسولوت السالب نص اقل من واحد، يبقى انا طبقت على البند الرابع. الخامس، البند الخامس ليمت لما ان تؤول لما لا نهايه لان ناقص 2 على ان كله اس ان. بقدر اقسم هذا على هذا، هذا عباره عن ليمت
واحد ناقص اثنين على ان، اس ان صح؟ لما ان تقول الى ما لا نهايه بدي اخليها زائد، اخليها زائد عشان تبعت الاي، اخليها زائد على طول بتصير ليميت ان تقول لما لا نهايه لو واحد زائد سالب اثنين على ان اس ان يبقى بيساوي لنا اي اس سالب اثنين او بيساوي واحد على اي ثاني. وضحت هذه كيف؟ اللي بعدها رقم 6 تطبيق مباشر على البند السادس، معطيني محل الاكس 100 بس، يعني الليمت 100 اس ان على ان فاكتوريال وان تقول لما لا نهايه بيساوي صفر. يقول لي اي اكس، اي اكس يعني اي عدد، لو حطيت 5 نص ربع 10 11 سبع كله بيطلع لي صفر في الاخر. هذا بالنسبة للسيكونسز وبعض النهايات عليها. تال سبعة في بعد هيك؟ هذه صحيح، هذا بتالي هذا تمرين وأنا جايبه وحاطه عشان قاعدة ساعدنا في حل بعض التمارين. فإحنا مش هنهتم في التمرين كثير، هنهتم بس على قد الأمثلة والمفاهيم اللي فيها. فيعني ما فيش فيه مشكلة. عشان لن ان على ان اس سي، وهذا اثبات لها انه بيطلع الليمت تبعها صفر، يعني مثبت عندك. مش مهم كثير القاعده هذه، يعني على ما اذكر انها مش موجوده في الكتاب لانه مش محطوطه من ضمن بنود النظريه صوره زي هذه، محطوطه في التمارين. هذا من التمارين وانا حاطط قاعده هان عشان نستخدم النتيجه تبعتها للتطبيق المباشر في حل الاسئله. وحيث انه احنا مش هنهتم كثير في حل الاسئله لأنه في حاجات لقدام أكثر أهمية. نروح الآن للإنفينيت سيريز اللي هي المتسلسلات اللانهائية. الانفينيت سيريز، احنا اخذنا المحاضره اللي فاتت او امبارح بالاصح انه هذه احنا بنسميها سيكونس او متتالي، اي 1 اي 2 اي 3 الى 3 دوتس اي ان الى اخره، هذه بنسميها احنا ايش؟ متتاليه سيكونس. لا اللي ما حضروش امبارح هذه بنسميها متتاليه. الان لو استبدلنا الفواصل بعمليه جمع اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3 زائد الى زائد اي ان زائد الى ما لا نهايه، هذا نسميها سيريز متسلسله، هيك اسمها متسلسله. تمام، هذه بقدر اكتبها بالصوره هذه، مجموع اي ان وان بتساوي من واحد الى ما لا نهايه، لانه السيجما اختصار لعمليه تكرار الجمع، مزبوط ولا لا؟ اوكي طيب، كيف ما اخذتوهاش هذه قبل هيك؟ السيجما اكيد مرت عليكم قبل هيك، اكيد مرت. اوكي طيب، طبعا اي متتالي ما فيش داعي انا اجيب لكم يعني امثله، زي ما نقول لما كانت عندي المتتاليه الاي ان بيساوي عندي 2 اس ان، يبقى المتسلسلة تبعتها مجموع اي ان ان من واحد لما لا نهاية ايش حتصير؟ 2 زائد 2 تربيع او 4 زائد 8 زائد 16 زائد الى زائد 2 اس ان زائد الى اخره. تمام؟ هذا المجموع قولكم بروح لعدد معين ولا قديش بيطلع مجموعها؟ ما لا نهاية، يعني هذا المجموع كونفيرجز ولا دايفيرجز؟ دايفيرجز كونفيرج يعني يتقارب من عدد محدد، هذا لا يتقارب، هذا يتباعد، كل ما له بيكبر بروح لما لا نهايه. ماشي مش مشكله، احنا بدناش نحكي على السيريز الحين كونفيرج ولا دايفيرج. يعني قصدي انا ممكن نجيب لكم ممكن نحط البي ان
تساوي سالب نص أس أن. يبقى السيرز المجموعة تبعتها للبي أن وأن من واحد إلى ما لا نهاية حتصير حط أن بواحد سالب نص زائد حط أن باثنين زائد ربع حط أن بثلاثة ناقص ثمن زائد واحد على 16. طب عشان الزائد هنا بيجي بقف عندها وبحط نقط بحطش ناقص نقط زائد نقط إلى زائد سالب نص أس أن زائد إلى آخر. هذا هي اسمها متسلسلة. تمام؟ هل هذه متسلسلة كونفيرج ولا دايفيرج؟ بعدين نحكي في هذا الموضوع. طيب خلوكم معي الآن. هذه اسمها متسلسلة. في عندي حاجة اسمها متتالية المجاميع الجزئية. مجموع بالإنجليزي نقول له إيش يعني؟ صم صم سميشن اللي هي السيجما هذه أو تجميع. الجمع نقول صم أو أديشن في الرياضة نقول أديشن. صح؟ في عندي حاجة اسمها متسلسلة المجاميع متتالية المجاميع الجزئية. هذه لو بدي أفكها إيش هكتب فيها؟ أس واحد أس اثنين زي الإيه؟ إيش أفرق هذا الرمز أس؟ هنا الحد النوني الحد الأول الحد الثاني الحد الثالث الأخير. هنا أس أن أس واحد أس اثنين أس ثلاثة إلى أس أن إلى آخر. هذه اسمها متتالية المجاميع الجزئية sequence of partial sums. partial من بارت بارت يعني جزء بارتيال بارشيال نقولش بارتيال نقول بارشيال صم. الأس واحد تعرف كالتالي هذه المتتالية هذه خاصة غير عن المتتاليات العادية. تعرف كالتالي الأس واحد هي A واحد الحد الأول. أس اثنين هي A واحد زائد A اثنين هي الحد الأول زائد الحد الثاني. هاي معناها أس اثنين مجموع أول حدين. لو قلت أس خمسة مجموع أول خمس حدود. هذه مش بقدر أكتبها أس واحد زائد A اثنين. صح؟ طيب أس ثلاثة بتساوي A واحد زائد A اثنين زائد A ثلاثة أس اثنين زائد A ثلاثة. يبقى أنا لو مشيت وصلت لعند أس كي هتساوي أس شوف ثلاثة هاي اثنين هاي واحد ثلاثة واحد أيوة أس كي ناقص واحد زائد A كي اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة كده ممكن. حلو الكلام؟ أوكي. يبقى الأس أن الأس أن بدي أجمع اللي هي من A واحد زائد اثنين إلى آخره. هذه بقدر أعبر عنها كالتالي. هذه بقدر أعبر عنها كالتالي A خلينا نقول كي A أن وأن بتساوي من واحد إلى كي. صح هيك؟ ايش يعني اس كي؟ مجموع اول كي من الحدود. اس كي مجموع اول كي من الحدود. فهذه بسموها متتاليه المجاميع الجزئيه. في عندنا قاعده بتقول اذا كانت متتاليه المجاميع الجزئيه كونفيرجز اذا المتتاليه نفسها كونفيرجز بقول المتسلسله نفسها كونفيرجز. اذا متتاليه المجاميع الجزئيه كونفيرجز يبقى هذه نفسها بتكون ايش؟ كونفيرج. تمام؟ كيف يعني؟ نروح لهذه واقول لكم بدي اشيل اشاره السالب بس مبدئيا وان كان السالب مش هياثر علي كثير خليه كله موجب. لو جبنا اس واحد ايش بتساوي؟ نص. لو جبنا اس اثنين نص زائد ربع يعني ثلاثة على أربعة. طيب لو أخذنا أس ثلاثة أيوة ثلاثة على أربعة زائد ثمن. صح؟ اللي هي أس اثنين زائد A ثلاثة يعني ثلاثة على أربعة زائد واحد على ثمانية. ستة على ثمانية واحد بيطلع سبعة على ثمانية. واضح من شكلها المتتال النواتج طلع الجواب نص ثلاث أرباع سبعة ثمانية ثمانية على تسعة عشرة ولا الواحد. ما دام
متتالية المجموعة الجزئية كونفيرج، يبقى هذه المتسلسل نفسها كونفيرج. تمام؟ تقول لإيش؟ هذا نحن هنحاول نعرفه إن شاء الله في المحاضرة. طيب، هتلاقوا الكلام مكتوب عندكم على، يعني أنا ما بديش أكتب حاجة على اللوح. أوكي أوكي، في عندكم الديفينيشن في أول السكشن، الديفينيشن لعند اللي هان كويس؟ قبل لعند قبل الإكزامين. الآن قلنا إحنا إذا كانت متتالية المجموعة الجزئية كونفيرج تقول لإيش؟ للواحد. أنا في الآخر هقول إنه مجموع هذا تقول لإيش قلنا؟ للواحد. إذا متتالية المجموعة الجزئية تقول لواحد، فإن مجموع اللي هي البي أن وأن بتساوي من واحد لما لا نهاية بتساوي لنا الواحد، بدها تساوي الواحد في الوضع الأخير. لأنه طلع أنتوا هاد حتلاقوا هذه 5 من 10، هذه 25% هاد 125 من 1000، بعدها حاجاتك مظبوط. فبتلاقي أنتوا الكسر العشري أو العدد العشري هاي 5، بيجي تحتها 2 5، بعدين بيجي تحتها 1 2 5، بعدين بيجي تحتها 1 0 أو يمكن 0. فجمعوا هذا دوبن وين في المال النهاية حتصير تحطه بعد هيك صفار وعداد، فمجموعه كلها إلى مال النهاية بتساوي تقريبا 1، تقول إلى الواحد. عشان هيك بنقول إذا متتالية المجموعة الجزئية كونفيرجز، فإن المتسلسل نفسها كونفيرجز لنفس القيمة اللي بتقول إلها المتسلسل. هذا الكلام اللي مكتوب عندنا. طيب، مش هنهتم كثير برضو في الكلام هون، احنا هذا مدخل لنصل لحاجة اسمها المتتالية او للأسف المتسلسلة الهندسية. المتسلسلة الهندسية حكينا احنا في المحاضرة الفاتت او امبارح انه في عندي حاجة اسمها متتالية حسابية ومتتالية هندسية. الحسابية بكون عندي الحد الأول ثابت وكل مرة بنضيف له عدد نفس العدد، زي ما أقول مثلاً أبدأ بخمسة وأضيف 2 5 7 9 11، هذه نسميها متتالية حسابية أو arithmetic sequence. تمام؟ في متتالية هندسية، أبدأ بالخمسة وأضرب في 3 ضرب، هذيك جمع، هنا ضرب 5 أضرب في 3 15 في 3 45 في 3 135 وإلى آخره، صح؟ وهكذا. فهذا بصير متتالية هندسية. إحنا بدنا نتكلم على المتتالية الهندسية. في الواقع هذا متتالية هندسية اللي قدامي، حدها الأول نص أساسة، في قديش بضرب كل مرة؟ في نص، في نص. هو الرقم اللي جوا القوس هو الأساس، هي النص، صح؟ بضرب في نص، هيها أضرب في نص، أضرب في نص عشان تعرف قسم الحد على اللي قبله. ربع تقسيم نص قديش؟ يصير ربع ضرب 2 على 1. نص نص قسمي ربع على نص كويس؟ تمن تقسيم ربع حصير تمن ضرب 4 على 1 بيطلع نص وهكذا. فهذا بنسميها متسلسلة هندسية. حلو الكلام؟ في عندي حاجة اسمها جيومتريك سيريز. جيومتريك سيريز واحنا حاطينها بالرمز جي اس، هتلاقوا الرمز نستخدمه كتير، وحط لكم أنا في قوس مربع هان عشان يبين لكم لما أقول اللي هي جيومتريك سيريز. طيب، إيش تعريف الجيومتريك سيريز؟ الجيومتريك سيريز الصورة العامة تبعتها زي ما قلنا إحنا كمتتالية هندسية، كمتتالية قلنا هي A في R، A في R تربيع إلى A R أس N ناقص 1 إلى آخر، هذه كمتتالية. لما خليها متسلسلة بتصير إيش؟ جمع. هذه صارت متسلسلة هندسية. حدها الأول الإي، الحد الأول إي، والأساس أو بسموها البيز هي الآر. قسم هذا على هذا بعطيك آر، قسم هذا على هذا بعطيك آر. هذا الآر بقولك بدناش إياه يساوي الواحد. الآر ما تسويش الواحد. إذا كانت الآر ما بتسويش الواحد، فإن بقدر أجيب مجموع N من الحدود لهذه المتسلسلة. يعني أقدر أجيب مجموع أول N من الحدود، وإحنا كتبنا قبل شوية
عشان هيك شرحته. هذا عبارة عن A1 زائد A2 زائد إلى زائد AN، مجموع أول N من الحدود، صح؟ بقدر أقول هذا عبارة عن مجموع AK وK من واحد إلى N. حط هذا بدل K إذا بتخاف منها قولي I، وI من واحد أي حاجة تسموه إندكس، مظبوط؟ هذه الأس N مجموع أول. الآن المتسلسلة الهندسية مجموع أول N من الحدود له قاعدة. القاعدة هذه بتقول أس N بيساوي A في R أس N، ولا واحد ناقص واحد ناقص، بنفع التنتين، بنفع، بقدر أخذ سالب عن المشترك من التنتين، نقول واحد ناقص R أس N على واحد ناقص R، بشرط إنه R مالها لا تساوي الواحد. هل بقدر أجيب من هان مجموع أول N من الحدود؟ أكيد. هي أولاً متسلسلة هندسية ولا لا؟ وأساسها لا يساوي الواحد، أساسها نص، صح؟ يبقى بقدر أجيب. طب لو بدي أجيب مجموع أول ثلاث حدود على القاعدة وأشوف هاي أول ثلاث حدود، لو جمعناها نحن إيش هيكون؟ هاي الثمانية، هاي واحد، هاي اثنين، هاي أربعة، قديش بيطلعن؟ سبعة ثمانية. طب نطبق على القاعدة هاي، حتى نشوف مجموع أول ثلاث حدود هيساوي الحد الأول عندك قديش؟ نص في واحد ناقص الأساس قديش عندك؟ نص أس ثلاثة كله على واحد ناقص نص. طيب هتصير نص في واحد ناقص تمن، صح؟ على واحد ناقص نص، نص 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 مع النص بروح، صير واحد ناقص واحد ثاني ايش بطلع؟ سبعة على ثمانية زي ما قلنا هناك، سبعة تمام؟ فهذا هو قانون مجموع أول أن من حدود متسلسلة هندسية. طيب في عندنا شرط تاني بقولك إذا كان القيمة المطلقة للأساس أقل من واحد فإن هذه المتسلسلة يمكن إيجاد مجموع إلى ما لا نهاية من حدودها، يمكن إيجاد مجموع ما لا نهاية من حدودها، بمعنى بتكون كونفيرجنت، تتقارب إلى عدد حقيقي، وهذا العدد الحقيقي الاس ان كونفيرجز تو اي على واحد ناقص ار، هذا نحن نسميه مجموع اس ان حيث ان تؤول الى ما لا نهايه، يعني مجموع ما لا نهايه من حدود متسلسله هندسي. شو وقتك؟ ست ندى الأصدر. طيب هي مش معنا. طيب غايبة. أوكي خلاص نقول احنا في المحاضرة هيك ما بنفعش. أوكي. الآن أي متسلسلة هندسية أساسها القيمة المطلقة له كسر حقيقي سواء موجب أو سالب ما بين السالب واحد وواحد فإنه يمكن إيجاد مجموعها إلى ما لا نهاية. Infinite sum of a geometric series بكون A على واحد ناقص R. تمام؟ هذا هو القانون المكتوب عندي. وبنقول عن السيريز نفسها converges، طبعاً إذا كان الشرط هذا متحقق، converges إلى A على واحد ناقص R، يعني هذه المتسلسلة القدامي مجموع، يعني لو بدنا نجيب S ما لا نهاية من حدودها حتساوي A على واحد ناقص R. الـ A الحد الأول قديش؟ نص على واحد ناقص نص. اتفقنا أن هذه تقول لواحد ولا لا؟ وقلنا مجموعها واحد ولا لا قبل شوية؟ نعم، قلنا converges لواحد ولا لا؟ قلنا مجموعها يقول إلى الواحد، هي ولا لا؟ أظن هي. أوكي حكينا. أي نعم. إذا كانت الآن إذا كانت أبسوليوت R أكبر أو يساوي الواحد بتكون دايفيرجنت، السيريز بتكون دايفيرجنت، مكتوب عندنا الكلام هذا.
نشوف مثال اثنين. بقولي find a formula for the nth partial sum of the series and use it to find the series sum. If the series converges, if the series converges, يعني find the sum. إذا كان converges. إحنا بدناش ندور على كيف نجيب صيغة للحد إلى مجموعة S n. عندي القانون أنا عندي مظبوط. مش هنقعد ندور نستنتج هالاستنتاج من عنا. أنا عندي قانون كيف أجيب ال S n لأي متسلسلة هندسية. إيش قلنا؟ A ناقص R أس N على 1 ناقص R مباشرة. هنا بشرط أنه R لا تساوي 1. طب هو معطيني المتسلسلة عندك قديش؟ المتسلسلة 2 زائد 2 على 3 زائد 2 على 9 زائد إلى زائد 2 على 3 أس. هنا 3 أس 0 يبقى N ناقص واحد زائد إلى آخره. طب هل هذه هندسية ولا مش هندسية؟ في إيش بضرب؟ الاثنين ضربتها في تلت أعطتني هذا. أضرب هذه في تلت بعطيك هذا. أضرب في تلت وإذا تلت ضرب مش جمع يبقى هندسية. هذه بقدر أقول هذه إز. إحنا رحنا لزقنا القانون تحت على طول. بقدر أقول هذه إز أ جيومتريك سيريز with الحد الأول A 2 والأساس بساوي تلت. وهذا التلت أقل من واحد ولا لا؟ بكفيش أقول أقل من واحد لأنه ممكن تكون أقل من واحد تكون سالب 17 سالب 20. المفروض أقول أنت أقول هنا يساوي تلت and القيمة المطلقة للتلت أقل من واحد صح؟ عشان تكون إيش؟ كونفيرج عشان أقدر أجيب المجموعة تبعها إلى ما لا نهاية من غير سرحان ولا حاجة. أنا لما يكون عندي الـ R أبسليوت أقل لا يساوي واحد بقدر أجيب مجموع N من الحدود اللي هو قلنا بيساوي لنا إيش؟ إيه في واحد ناقص R أس N على واحد ناقص R صح؟ إذا الأبسليوت الـ R أقل من واحد يبقى السيكونس السيريز آسف نفسها كونفيرجز لوين؟ لـ A على واحد ناقص R اللي هو عبارة عن إيش هذا؟ إنجاز تعبير المجموع إلى ما لا نهاية. تمام؟ إذا كان الأبسليوت أقل من واحد يبقى بقدر أجيب مجموعها إلى ما لا نهاية وهي الصيغة. فإحنا قاعدين نقول بدنا نجيب صيغة لـ Sn وبعدين بيقول لي إذا كانت هذه كونفيرجز هات لي مجموعها إلى ما لا نهاية. طب إحنا ما دام الأساس هنا خلينا نقول مرحليا أو مبدئيا هذا ما دام لا يساوي واحد يبقى بقدر أجيب مجموع N من حدودها. إيش القانون؟ A في واحد ناقص R أس N على واحد ناقص R. الـ A عندي قديش؟ 2 في واحد ناقص تلت أس N على واحد ناقص تلت. واحد ناقص تلت قديش؟ 2 على 3 تصير 3 على 2 في 2 في واحد ناقص تلت أس N. هذه مع هذه بصير 3 في 1 ناقص تلت أس N. ولو بدنا نبسطها ممكن نبسطها وارفع هذه فوق 3 أس سالب N وادخل هذا على قصة 1 ناقص N ما علينا. هاي مجموع N من حدود المتسلسلة. هاي مجموع أول N من حدود المتسلسلة. الآن بقول له بما أن الـ R بتساوي تلت أو أبسليوت R بتساوي أبسليوت التلت أقل من واحد إذن يمكن إيجاد مجموعها إلى ما لا نهاية. أو بقدر أقول إذن السيريز عندي كونفيرجز تو إيش؟ مدام المتسلسل أيوة كونفيرجز تو A على واحد ناقص R. إذن مجموع المتسلسلة تبعتنا هذه اللي هي الصورة العامة تبعتها 2 على 3 أس N ناقص 1 وN بتساوي من 1 لما لا نهاية بتساوي A
على واحد ناقص R. الـ A 2 على واحد ناقص 12. يعني 2 ضرب 3 على 2 وتساوي لنا 3. إذا المجموع هذا بيساوي 3. بتقول لك 3. وقت ايش كونفيرس؟ يمكن إيجاد مجموعها، مجموع N من الحدود إذا كانت الأساس لا يساوي واحد. وقت ايش يكون كونفيرس؟ وبقدر أجيب مجموع المتسلسلة كلها إلى ما لا نهاية؟ لما يكون الأساس أبسلوت الأساس أقل من واحد. هاي خلاصة الكلام. هاي الإكزامبل بعده، مثال ثلاثة. طلاب ما جوش فرصة تصيروا زي بعض انتوا وياهم اليوم، ما حدش اجى خالص، ما حضروش. بعدين خلص، بعدين الكلام. ايوه بعدين نشوف اكزامبل ثلاثة. اكزامبل ثلاثة فضيحة عليها شهود. خلص اكزامبل ثلاثة. معطيني جيومتريك سيريز، هو قال لي جيومتريك سيريز 9 زائد 1 على 27 زائد، لو حطينا فواصل ايش بتصير؟ سيكونس صح؟ بس لما نحط جمع سيريز، جيومتريك سيريز زائد 1 على 81 زائد الى زائد 1 على 3 اس ان زائد 1 زائد الى اخره. ما له هذه؟ هل يمكن إيجاد مجموعة إلى ما لا نهاية؟ هذه بنقول له إحنا هي جيومتريك سيريز. الـ A قديش عندي؟ 9. الـ R بضرب في 3 صح؟ يساوي 3. أن أبسوليوت الـ R بيساوي أبسوليوت الثلث أقل من 1. إذا مجموع المتسلسلة لو 1 على 3 أس أن زائد 1 وأن من 1 لما لا نهاية كونفيرجز على طول، بقدر أقول إلى A على 1 ناقص R. 9 على 1 ناقص 3 صير 9 ضرب 3 على 2 عشان 3 2 على 3 بيطلع 1 على 6. المجموع بيطلع 1 على 6. ما طلبش أوجد مجموع أول N من الحدود، مش شرط. لو بدنا نجيب مجموع أول N من الحدود إيه في 1 ناقص R أس N، على كلام بسيط تطبيق مباشر. صحيح؟ تطبيق مباشر. أوكي إيه نشوف إكزامبل خمسة. مش عارف إذا مر عليك ولا لا حاجة زي هيك في الإعدادية، كيف أحول عدد دوري إلى كسر عادي. مر عليكم في الإعدادية، في ثاني إعدادي أظن، أو أولى ثاني، أو أول عدد حاجة زي هيك. تتذكروا؟ كان يعطيه يقول لك مثلا 32 من 100 دوري. هذا في الآخر هطلع 32 على 99 قاعدة. طيب كانت كنا نعملها قاعدة، نفرض إنه هذه بتساوي س، وعشان عددين المكررات نضرب الطرفين في 100 ولا لا؟ تصير 100 س ايش بتساوي؟ 3.32 دوري. لأنه هو متكرر على طول 3.2. بعدين نطرح هذا ناقص هذا، 100 ناقص سين 99 سين تساوي هذا ناقص هذا، بضل 32. لأنه هذا اللي فوق عبارة عن 3.2 للصبح، هذا 3.32 مضبوط، فهذول كلهم بروحوا مع بعض بضل 32. يبقى سين بتساوي على 99 صح؟ الآن احنا ممكن نكتب، طبعا لو عندي عدد صحيح حاجة ثانية. في عندنا المثال هذا والمثال أربعة، حاجة يعني بكتبنيها بطريقة ثانية، لو تشوفوها بيكون كويس. طلعوا عليها. أنا حاب بس أقول لكم اللي هو إكزامبل خمسة عشان نروح على التست الأخير ونحاول نخلص سكشن. إكزامبل خمسة اللي هي تلسكوبينج سيريز. إكزامبل خمسة بتكلم على متتالية، متسلسلة فيها حدود تتلاشى مع بعض،
تلسكوبينج سيريز. فايند ذا سم اوف ذا تلسكوبينج سيريز، اوجد مجموع المتسلسله التلسكوبيه. الان انا عندي شكلها ان من واحد لما لا نهايه واحد على ان في ان زائد واحد. مستخدم هذه بالكسور الجزئيه مفكوكه، واحد على ان في ان زائد واحد المفروض تساوي A على N زائد B على N زائد 1، صح؟ ومنها الواحد بيساوي A في N زائد 1 زائد B في N، مظبوط؟ بوضع N بتساوي 0 يبقى 1 بيساوي A، مظبوط؟ حط N بصفر بتطير الB، 0 و1 1 في A بA بيساوي 1، حط N بسالب 1 يبقى 1 بيساوي هذا بتروح يبقى سالب B، ومنها B بتساوي سالب واحد. يبقى هذه أصبحت عبارة عن إيش؟ واحد على أن ناقص واحد على أن زائد واحد. هذا هو اللي كتب لك إياه باستخدام اللي هي البارشل فراكشن، الكسور الجزئي، صح؟ يبقى هذا أنا بقدر أكتبها على صورة مجموع واحد على أن ناقص واحد على أن زائد واحد، وأن من واحد إلى ما لا نهاية. لا مش مستقبل الكسور الجزئي. اصلا انت مش هتيجي تدرسي هذا السكشن الا لما تكوني دارسه سكشن 8 1 8 اخليه اكتب. طيب اكيد هتكوني دارساه وخلص انت، يعني مش معقول هذه ابسط حاجه هذا ولا صعب هذا؟ صعب ابسط حاجه لما يكون الاساس عشانها مش مكتوب. لا لا لازم ترجع وتشوفيها. طيب هذه الان لو حاولت انا افكها اجيب شويه من الحدود، حط ان بواحد بصير عندي الحد الاول واحد ناقص نص، صح؟ هذا الحد الاول. حط ان باثنين نص ناقص ثلث، صح؟ زائد حط ان واحد اثنين حط ثلاثه ثلث ناقص ربع، زائد الى زائد واحد على ان ناقص واحد على ان زائد واحد زائد الى اخره، تمام؟ الآن لما نجيب مجموع، لو بدي أجمع أول N أو أول K من الحدود مش هيكون، لما أجمع أول K هظل ماشي لما أصل إلى زائد واحد على K ناقص واحد على K زائد واحد، صح؟ زائد إلى آخره. طيب اطلعوا هذول لو فلتهن على بعض قواس عشان يسوي تلسكوبينج، شكلها طويل في الآخر بتجمع لي إياها في حدين بس، الأول والأخير. النص مع سالب نص بروح، الثلث مع سالب ثلث بروح، الربع مع سالب ربع، وهكذا بضل عندي. لو اخذت انا عشان استوعب اول اربع واحد اثنين اول ثلاث حدود، اول ثلاث حدود عشان الاستنتاج بس، خذي اس ثلاثة ايش هتطلع عندي؟ واحد ناقص ربع، صح؟ طيب لو اخذت اس اربعة هتطلع واحد ناقص البعد، هتيجي زائد ربع ناقص خمس، ناقص خمس، صح؟ طيب يبقى لما أصل طبعا هنا أربعة اللي هي الآن زائد واحد، هان الآن زائد واحد، يبقى لما أصل أس كي هنصل واحد ناقص واحد على كي زائد واحد، صح؟ هذا مجموع الأس كي. إيش هو طالب عندي في السؤال؟ بقول لي find the sum of، أوكي طيب هذا مجموع اول كي بيساوي لنا واحد ناقص واحد على كي. طيب الان لو جبت ليميت الاس كي لما كي تقول الى ما لا نهايه ايش حيطلع؟ حيطلع ليميت الواحد ناقص واحد على كي زائد واحد لما كي تقول الى ما لا نهايه، تطلع واحد بيساوي واحد، صح؟ اصلا هاد هتعمل لي اللي هي الاس واحد والاس اثنين والاس كي وبعدين الى ما لا نهايه، هذه متتاليه المجاميع الجزئيه. قلنا اذا متتاليه المجاميع الجزئيه تؤول الى عدد محدد فالمتسلسله نفسها تؤول الى نفس العدد، فهذا بده يكون مجموعها يساوي الواحد الصحيح في الاخر، مظبوط ولا لا؟ قلنا ولا اذا كانت متتاليه المجاميع الجزئيه، معنا شفنا اس واحد ايش طلعت عندنا؟ اس واحد واحد ناقص نص اللي هي نص الاس واحد، الاس اثنين واحد ناقص ثلث
اس 3 واحد ناقص ربع. لما وصلنا لعند اس كي، طيب لما الكي تقول لما لا نهايه ايش حيصير عندي؟ حيكون عندي اللي هو واحد ناقص صفر ويساوي نص. طيب السيريز كونفيرج لايش؟ للواحد. انا بس حبيت يعني تمروا على المصطلح اللي هي التلسكوبينج سيريز، متسلسله او المتسلسله التلسكوبي. طيب في عندنا تيست فور دايفيرجنس، احنا عادة بندور على اختبارات للتقارب، اول مره بندور على اختبار لعدم التقارب. شوف التيست الاول، او شوف التيست الاول ايش بيقول لنا. كيف؟ خلصنا احنا السكشن، ما ضلش حد، ما ضلش، ضل احنا اخر جزء. احنا اساسيات بس بعطيكم هيك مصطلحات مش اكثر، يعني احنا مش حنهتم في حل التمارين، يعني بس على قد الامثله اللي موجوده في السكشنز هذول. بس هذا واللي قبله كله لعند لما نصل لسكشن 7 و8 هذاك اللي بدنا ناخذهن. كلهن بهذا الاساس ناخذ احنا مصطلحات عشان نفهم مصطلحات المستخدمة مع السيريز. زي ما قلنا هذه المادة بتخدم بشكل كبير على المعادلة التفاضلية اللي هي مهمة جدا، سواء في مادة معادلة التفاضلية الفصل الجاي أو في المواد الهندسية. في عندكم في الهندسة نفسها في العلوم تبعتها ما بعرفش إيش بالضبط إيش المادة بتكون، بس فيها معادلات تفاضلية ضرورية جدا إلها، فهي متطلب أصلا. التست الأول عندنا في السيريز the nth term test for a divergent series، اختبار الحد النوني للمتسلسلة أو للمتسلسلات. the nth term test، القاعدة أو التست بقول لي إذا كانت if converges هذا implies الحد النوني تبعه يقول نصف اتجاه واحد، ليس بالضرورة أن يكون العكس، أن يكون العكس صحيحا، ليس بالضرورة، مظبوط، ليس بالضرورة أن يكون العكس صحيحا. إذا كانت المتسلسلة convergent فمؤكد إنه حدها النوني يؤول إلى الصفر. قد يكون حدها النوني يؤول إلى الصفر وهي دايفيرجنت. شرحناه المحاضرة اللي فاتت امبارح. قلت لكم خذ المتسلسلة واحد على ان، وان بتساوي من واحد إلى ما لا نهاية. لما قلنا هذه في عند حاجة اسمها البي رول. الأس هنا واحد. وبنقارنها بالتكامل من واحد لما لا نهاية لدي إكس على إكس. قلنا اذا الاس واحد او اقل بتكون دايفيرج. في عندنا البي سيريز اللي تست برضه لقدام جاي معنا، يعني صار اسمه مصطلح. فهذه احنا بناخذها على انه الاساس واحد، بسموها هارمونيك سيريز، اسمها الهارمونيك سيريز. هذه مالها دايفيرجنت على الرغم من انه الواحد على ان تقول الى الصفر، يعني العكس مش صحيح. اذا كان الحد النوني يقول للصفر فليس بالضروره ان تكون كونفيرجنت، هذه بتكون دايفيرجنت. بين ذلك امبارح ولا لا؟ لا دايفيرجنت، لا، ربما ربما يمكن حكيتها عند الشباب. طلع من غير اثبات هذه ان بتساوي من واحد الى ما لا نهايه. طيب هذه لو فكناها مش واحد زائد نص زائد ثلث زائد ربع زائد خمس زائد الى زائد واحد على ان زائد الى اخره. الان احنا بدنا نحكي على المجموع تبع المتسلسله. اذا المجموع تبعها عدد حقيقي بنقول كونفيرجنت. لو جبنا البارشال سم او البارشال سمز، الحد الاول لحال، الحد الاول والثاني لحال، نعمل متتاليه، هل متتالي في المجاميع الجزئيه كونفيرج ولا دايفيرج؟ هل تقترب من عدد معين ولا لا؟ عشان نجاوب على هذا السؤال بدي اخذ انا ارقام كالتالي، انسوا هذا، خلي هذا قدامنا، بدي اخذ الواحد
زائد نص زائد ربع زائد ربع. قبل ما كمل الآن، مين أكبر، أول أربع حدود هنا ولا أربع أول أربع حدود هنا؟ اللي فوق أكبر مقارنة الثلث مع الربع، لأنه الثلث أكبر من الربع. هذه الآن الحد الأول واحد، وهذا نص، وهذول نص، واحد ونصين اثنين اثنين، يبقى هذه لسه. طيب الآن لو جبت واحد زائد نص زائد، لو حطيت بدل الثلث ممكن أحط، لما نصل للثمانية لو حطيت واحد زائد نص زائد ثمن زائد ثمن زائد ثمن زائد كم ثمن بدي أخذ؟ ثمان أثمان، كويس؟ حلاقي إنه حدود هذه أصغر من هذا لما صل للثمانية. طيب واحد زائد نص زائد أربعة أثمان، بلاش ثمان أثمان، زائد أربعة أثمان قديش بيطلع؟ هاي نص صح؟ بيطلع كمان واحد، وكمان اجمع واحد على على خلينا نقول واحد على 16 زائد واحد على 16 زائد 16 مرة، ايش بعطيكي؟ واحد. وبعدين اجمع واحد على واحد على 32 مرة، هاي ايش اعطيكي؟ واحد. خذوا بالكم هذه ماشي الى ما لا نهاية، فانا كل شوي بجمع واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد. الواحد لما اضيفه لنفسه ما لا نهاية من المرات، ايش بعطيني؟ ما لا نهاية، بهذا دايفيرجنت. إذا اللي أصغر منها دايفيرجنت، فما بالكم بالكبير؟ إيش قلنا امبارح؟ إذا الصغير دايفيرجنت، فما بالكم بالأكبر؟ فبتكون هذه دايفيرجنت، ماشي الحال؟ هذه يعني بدون تست، لاحقا لما ناخذ تست مجرد النظر بنقول هذه دايفيرجنت. فهذه بسموها الهارمونيك سيريز، هذه دايفيرجنت. على البي رول لما أقول مجموع واحد على أن تربيع على البي رول، هذه الأس أكبر من واحد يبقى كونفيرجنت على طول، كونفيرجنت. إذا الأساس أو آسف إذا الأس أصغر أو يساوي واحد بتكون دايفيرجنت. أوكي، فهذه القاعدة العكس مش صحيح، مش بالضرورة صحيح. إذا كانت كونفيرجنت أكيد الـ AN تقول لصفر، لكن العكس مش صحيح. قد تكون الـ AN يقول لصفر لكنها دايفيرجنت. نشوف مثال، يعني مثلا احنا قبل شويه اخذنا المتسلسله نص اس ان، وان بتقول بتساوي من واحد الى ما لا نهايه، قلنا هذه كونفيرجنت. ولا ايش تقول؟ هذه اصلا جيومتريك سيريز، صح صح، جيومتريك سيريز مظبوط. ليش؟ فكي لك فكي شويه، نص زائد ربع زائد ثمن زائد الى زائد واحد على اثنين اس ان زائد الى اخره، هذه هذه جيومتريك سيريز وذ اي بتساوي نص والاساس نص، صح ولا لا؟ هذا هذا النص ولا طيب اذا هذه المتسلسله، اذا المجموع تبعنا اللي هي نص على ان يؤول الى اي على واحد ناقص ار، صح؟ ايش بيطلع؟ نص على نص ويساوي واحد، يبقى هذه تقول يبقى هذه مجموعها يساوي واحد، يبقى هذه كونفيرجنت ولا مش كونفيرجنت؟ نشوف التست الان. الثيرم تست قال لي اذا المتسلسله كونفيرجز فان لازم الحد النوني تبعها يقول لايش؟ للصفر. هات نشوف النص اس ان الليمت لما ان تقول الى ما لا نهايه، هل بقول للصفر ولا لا؟ قاعده قبل شويه الاكس لما قلنا لما يكون ابسولوت اكس اقل من واحد، مظبوط، البند الرابع او الخامس، فقلنا استخدمتها بسيط، او تخضيها على انه واحد على اثنين اس ما لا نهايه، صح؟ مش قلنا المقام يصل ما لا نهايه قبل البسط، فبتصير عدد عمالها بتطلع صفر. اذا فعلا اذا كانت كونفيرجنت فالحد النوني تبعها لازم يقول الى الصفر. طب وين وين ايش استفدنا من الاختبار؟ ما هي اذا كانت كونفيرجنت ما ليش احكم عليها؟ ما خلص ما كونفيرجنت. ايش استفدت؟ قال لي فان الاي ان يقول للصفر. الفائده هان انه ايش المعاكس الايجابي تبع القاعده؟ المعاكس سمعتوا في المعاكس الايجابي قبل هيك؟ الكونترا بوزيتيف، تتذكروا في ال1 تو 1؟ صح؟
كنا نقول بقول عنها 1 تو 1 اذا كانت اكس 1 لا تساوي اكس 2 يؤدي الى اف اكس 1 لا تساوي اف اكس 2. الكونفرس او الكونتربوزيتيف اذا كانت اف اكس 1 تساوي اف اكس 2 اصل صح. ذكروا كويس هذا في سكشن 7-1 يعني مطلوب في الامتحان. فاحنا قلنا على المعاكس الايجابي نفي التالي يؤدي الى نفي المقدم، بمعنى if a n doesn't goes doesn't go to zero هذا implies انه السيريز اللي عندي divergent. يبقى انا بمجرد النظر في الحكم على متسلسله اذا جبت الحد النوني تبعها وكان يقول لاي عدد غير الصفر فهي divergent. يبقى الأهمية في المعاكس الإيجابي وليس في الصيغة المباشرة. تمام؟ شوف عندكم إكزامبل 6، مثال 6 بقول لو أخذنا الآن تربيع وآن بتساوي من 1 إلى ما لا نهاية، الأي أن ليميت، الأي أن هي ليميت الآن تربيع وآن تقول لما لا نهاية بتساوي ما لا نهاية، ها لا تساوي الصفر، يبقى دايفيرجنت. إذا كانت لا تؤول للصفر فهي دايفيرجنت، هاي المعاكس الإيجابي أو الكونترا بوزيتيف. مش هقول لا تساوي الصفر، دايفيرجنت. اللي بعدها أن زائد 1 على أن لما أن تؤول إلى ما لا نهاية، هو أن بتساوي من 1 إلى ما لا نهاية، هل هذه كونفيرجنت ولا دايفيرجنت؟ ما علي الا غير اروح اجيب ليميت الاي ان وان تؤول لما لا نهايه، حقول بيساوي ليميت الان زائد 1 على ان لما ان تؤول لما لا نهايه، درجه البسط نفس درجه المقام، معامل على معامل 1، هذا الواحد لا يساوي الصفر، يبقى دايفيرجنت. لو كانت ان زائد 1 على 2 ان حتقول لايش؟ للنص، لا يساوي صفر، دايفيرجنت على طول. هاي اهميه النظريه. يبقى أنا ممكن أحكم على السيريز مباشرة بمجرد النظر على الحد العام، إذا كان لا يؤول للصفر فهي دايفيرجنت. اللي بعدها رقم 3 معطينا اللي هي المتسلسلة سالب 1 أس أن زائد 1 وأن من 1 إلى ما لا نهاية، الليمت لسالب 1 أس أن زائد 1 لما أن تؤول إلى ما لا نهاية، أن زائد 1 إيش بيطلع هذا؟ هذا حيروح إلى 1 إذا كانت الأن أود، وسالب 1 إذا كانت الأن إيفن، مظبوط ولا لا؟ إذا لا تقترب من قيمة معينة، يبقى بقول الليمت doesn't exist مش موجودة. خلص ما دام الليمت مش موجوده يبقى هي مش بتقولش للصفر، يبقى هي دايفيرجنت مباشره. واللي بعدها بتقول الى سالب نص، والسالب نص لا يساوي صفر، اذا هي دايفيرجنت. كومبايننج سيريز اللي هي يعني زي خواص السيجما، كيف ان لو جمعت متسلسلتين قواعد بسيطه وهذه معروفه عندنا او المفروض انها معروف لو طلعنا فيها بنلاقيها بسيطة. اللي هي السيجما تتوزع على الجمع، تتوزع على الطرح، والثابت بنطلعه برا. صحيح عارفينها معروفات هذول. Results every نعم. لا الآن بدي أجيكم. طيب أنا بدي أسيبلكم إكزامبل 7 تقروه في الدار. لكن انا بدي اروح على الري اندكسنج بس اخر كلمه اخر حاجه الادنج اور ديليتنج تيرمز. لو كان عندي متسلسله متقاربه وضفت لها عدد هل يؤثر على حكم تقاربها؟ متسلسله مجموعها الى ما لا نهايه كونفيرج، اذا كانت كونفيرج معناها ايش؟ مجموعها الى ما لا نهايه عدد، زي هذه اللي طلع لنا 1 قبل شوي، مش طلع 1؟ الآن لو ضفت 5 للمتسلسلة، يعني أنا كانت عندي المتسلسلة نص أس أن وأن بتساوي من 1 لما لا نهاية،
إلا لو قلت خمسة زائد هذه أصلاً هذه كانت كونفيرجنت. لما ضف لها عدد بضلها كونفيرجنت. لو رحت طرحت منها واحد كونفيرجنت، لأنه عدد ناقص عدد بيطلع عدد في الآخر. هاي اللي هي adding or deleting terms لا يؤثر على الحكم لكن يؤثر على الناتج. لكن أنا بحكي على الحكم مش هذا اللي بدي إياها. أنا بدي اللي تحتها adding or آسف اللي هي re-indexing. re-indexing إيش يعني re-indexing؟ الإندكس لما أقول an أنا an الان اللي تحت زي ما تقول إكس واحد إكس اثنين إكس ثلاثة الواحد اثنين ثلاثة تسموها إندكس. دليل الرمز الإندكس عادة نستخدمه كدليل للرمز. لما أقول ال A واحد الواحد بسموه إندكس. لما أكتب سيجما أن بتساوي واحد إلى هذا بسموه إندكس دليل السيجما. فاللي بدنا نعمله كلمتين سهلات جدا وحلوات يعني فيش فيه مشاكل. الآن لما أقول لك من أن بتساوي واحد إلى ما لا نهاية خلينا نقول إلى اثنين أس أن. حلو الكلام. فكلنا حدين ثلاثة منها إيش حتطلع؟ اثنين زائد أربعة مش اثنين أربعة ستة ثمانية. اثنين زائد أربعة زائد ثمانية زائد 16 زائد إلى آخر إلى آخر. كويس. طب الآن أنا الري إندكسينج بقول إني أنا عشان أقدر أجمع متسلسلتين على القاعدة اللي قلته سهلات السيجما بتتوزع على الجمع توزع على الطرح. عشان أجمع لما أقول لك مجموع A N زائد B N بيساوي مش هيك قالت القاعدة A N زائد B N الصح. أقرأ العكس كمان لو عندي تنتين أقدر أدمجهم في واحدة. لازم يكون التنتين نفس الدليل بيبدأ من نفس الرقم. فاش أجمع واحدة تبدأ بصفر ومع واحدة تبدأ من واحد. لازم يكون نفس الدليل من تحت. إيش بنعمل؟ افرض هذه بادي من واحد واللي بدي أجمعها معها بادي من الصفر. كلمة واحدة كلمة واحدة هذه أنا يا بدي أضيف يا بدي أطرح. يعني هذا الواحد ممكن أبدأ من الخمسة ممكن أبدأ من الصفر. ما فيش أبدأ أقل من الصفر لأنه الأن بوزيتيف إنتجر عدد صحيح موجب. ما فيش يجي بالسالب لأنه بقول الحد الأول الحد الثاني صح فيش يكون بالسالب. فهذه ممكن تبدأ بصفر ممكن أبدأها بواحد اثنين ثلاثة خمسة اللي بدي إياه حسب مصلحتي. إذا طرحت هان ضيف هان إذا ضفت هان اطرح هان. هاي القاعدة وخلص. فهمتوا حاجة مبين. الآن مثلاً لما بدي أحط بدل أن بتساوي واحد أحط صفر يبقى هذه طرحت قديش؟ واحد. اجمعي هنا واحد اثنين أس أن زائد واحد. الآن لما لنهاية طبعاً نبدأ ابدي هنا أن تساوي صفر حط هان اثنين أس صفر زائد واحد اثنين أس واحد هي اثنين. حطي أن بعدها بواحد صير اثنين أس اثنين اللي هي أربعة. حط أن بثلاثة بغيرش ولا نفسه يبقى هذه هي تمام. طيب لو كان عندي انا متسلسله بادي من ان تساوي ثلاثة وهاي عندي نص اس ان اول ما بدها ببدا بثلاثة صح ببدا انا بدا فيها يعني لما بدا فيها في الاول عشان نطمن على الكلام حط بتصير تمن صح زائد حط أربعة واحد على 16 حط خمسة واحد على 32 اضرب في اثنين اضرب في اثنين زائد إلى آخره. الآن لما بدي أبدأ هذه من قديش بدي أبدأ من طب أنا بدي أبدأ من خمسة الآن بدي أضيف جمعت قديش بدي أطرح أنا اثنين بصير نص أس أن ناقص اثنين طبعا لما للنهاية حط ابدي منها فكي حط خمسة خمسة ناقص اثنين ثلاثة نص أس ثلاثة تمن زائد بعد الخمسة ستة ستة ناقص اثنين أربعة نص أس أربعة يعني واحد اثنين نص أربعة ستاعش زائد يبقى هاي الري إندكسينج ممكن أضيف ممكن أطرح. هذا الكلام بيساعدنا هذا أهم ما في الموضوع. طبعا في عندنا إكزامبلز هذا الكلام.